بديش عم نلعب ورق، معنا 52 ورقة في 4 لحظات. بدنا نكبل له، كل واحد بده ياخد دون، الدون هي 13 ورقة بدون القط. لكن مع 52 ورقة بدي أشوف أول شيء عدد الحكمة، مع 52 ورقة بدي أوزعهم على 4 أشخاص، لأن كل شخص 13 ورقة. سيكون 2 فاكتوريال على 3 فاكتوريال، 3 فاكتوريال، 3 فاكتوريال، 3 فاكتوريال. هلا قد ايه في احتمال انه لعيب ياخذ 16 13 ورقه من نفس اللون؟ بالورق في كوبا دينيري سبيتي بستوني، قد ايش عنده احتمال انه ياخذ 13 ورقه من نفس اللون؟ ياخذ 13 ورقه من نفس اللون بدهم يكونوا يا دينيري يا سبيتي يا بستوني يا كوبا. لكن 4 فاكتوريال، عددون فاكتوريال، قديش أنا عندي احتمال إني آخد أوراق من نفس الألوان؟ عدد هودي الأوراق فاكتوريال، لأنه في 4 أنواع، لو كان في 5 أنواع بالورق كنا قلنا 5 فاكتوريال. في واحد في جوار محدد جاب 13 ورقة كلهم ترافل، يعني جاب 13 ورقة ديناري، بنقي الجوار وبعطيه 13 ورقة ديناري، بدل عندي 39 ورقة، اللي بعده بده ياخد 13 من ال 39، بدل عندي 26 ورقة، اللي بعده بياخد 13 من 26، بدل عندي 13 ورقة لآخر واحد بيقول له تفضل هودي لك. لكن في واحد اجى 13 ورقة ديناري، بنقي هذا الواحد بعطيه 13 ورقة ديناري، برجع اللي بعده بعطيه 13 من 39 اللي فضلوا، اللي بعده بعطيه 13 من 26 اللي فضلوا، واللي بعده بعطيه 13 من 13 اللي فضلوا. بالبارتي كارد كل هن عندنا 4 قصوص، 4 رواق، 4 دم، كل جوار بده ياخذ قص وروا ودم، قديش الاحتمالات؟ كل جوار اول شيء كل جوار بده ياخذ قص وروا ودم، بيجي اول واحد نقي اول جوار سيدو ان بارمي كاتر، بعطيه قص من 4 وبعطيه دم من 4، هو شو بده؟ قص وروا ودم. لكن بعطيه قص من 4، بعطيه رواه من 4 وبعطيه دم من 4، بعطيه 10 من ال40 اللي فضلوا، لأنه ما هن شلنا هن 52، شلنا 4 أسس و4 روايات و4 دمات، فضل 40. يعني أنت عندك 52 ورقة بالورق، قسمتيهم لأربع مجموعات. أول مجموعة 4 أسس، ثاني مجموعة 4 روايات، ثالث مجموعة 4 دمات، ورابع مجموعة اللي فضل. جيتي سحبتي قص من 4 أسس ورواه من 4 روايات ودام من 4 دمات، وسحبتي 10 من 40 اللي فضل. هلا الجوار اللي بعده ايه يعني فوق بده يسحب قص من 3 اللي فضلوا، رواه من 3 اللي فضلوا، ودام من 3 اللي فضلوا. كانوا 40، سحب منهم الاولين 10، قد ايه بدل؟ بدل 30، بده يسحب 10 من هودي 30. بيرجع اللي بعده بده يسحب قص من 2 اللي فضلوا، رواه من 2 اللي فضلوا، دعم من 2 اللي فضلوا، فضل له 10، 20 بده يسحب منهم 10. بيرجع اللي بعده فضل له قص واحد بياخده، دعم واحد بياخده، رواه واحد بياخده، 10 وراء بياخده من 2. يعني هيك بنكون جبنا. بالبارتيسات كل جوار اخذ قص ورواه ودعم، بس شو دعم؟ دو لا ميم كولور، هون دو لا ميم كولور، بعطيه قص من 4، بدي ارجع اعطيه دام من نفس اللون، نفس الفكره، بقسم لاربع مجموعات 40 ورقه، 4 4 4، اعطيته قص من لون محدد، برجع بعطيه دام من نفس اللون، رواه من نفس اللون، 10 من ال 40 اللي فضل، بيرجع بيسحب قص من 3 اللي فضل، بيسحب روا لا سي لانه خلص مثلا انا اذا سحبت قص كبه بدي اسحب روا كبه، بعرف اي روا دام كبه،
بيسحب 10 من 30 اللي فضل. بيجي اللي بعده عنده 2، بيسحب منهم 1، بيسحب قص محدد ودام محدد و10 من 20 اللي فضل. بيرجع آخر واحد بيكونوا كاتبين له كل شيء، بياخدهم مثل ما هن. سيرو ديس باريس بيطلع الجواب. ان جوار رسوا ان سال اس، ان اوتر جوار رسوا تروا اس. يعني الاسس توزعوا، واحد اخذ اس، واحد اخذ 3 اسس، وهوليك ما اخذوا شيء. خليني اعتبر انه الاول اخذ اس. كيف اني؟ ايه، الاول اخذ اس رسوا ان ان سال اس، ليزوتر تروا جوار. واحد أخذ أس، لكن واحد أخذ أس، واحد أخذ أس. أول شيء بقسمهم لمجموعتين، مجموعة فيها 4 أسوس، مجموعة فيها 48 ورقة اللي فضلت. بيجي باخد أس من 4. إذا أخذت أس من 4 بياخد 12 ورقة من 48 اللي فضل. بيقول لي تاني بده ياخد من 3 أسوس قص. التاني شو بده ياخد؟ بده ياخد 3 أسوس، لكن التاني بياخد 3 أسوس. كم ورقة فضل؟ الأول أخذ 13، هني كانوا 52، 48 لأنه شلنا الأسس واحد. أخذ 12، فضل له 36. عم نحسب غير الأسس. من هودي 36 رح ياخذ 10، لأنه أخذ 10 و3 أسس. بفضل 26، بياخذ منهم اللي بعده 13، واللي بعده بياخذ منهم 13. فوا كاتر، فوا كاتر، لأنه في يسحب في إن يكون هذا الحكي لكل شخص منهم، يعني يا الأول يا الثاني يا الثالث يا الرابع، لهيك فوا كاتر. هلا كل هالحكي قال لي سون كونير كونتر دي زوت، لو في اوتر ما كان فينا نستعمل سي. معي صافي 33 تلميذ، بدنا نختار ديليجي تيتولير وديليجي وريسبونسابل دو كاشي دو تكست. تم في بوسيبيليتي اذا الولد ما في ياخذ 2 فونكسيون، ما في ياخذ 2 فونكسيون، يعني ما في ريبيتيسيون في اورد، بنقي 3 من 33، يعني ا دو 3 بارمي 33. كومبيان ياتيل دو بوسيبيليتي اذا قلنا انه ولد في ياخذ او ميم تان 2 فونكسيون، بس مش حيلا 2 فونكسيون، ديليغي سوبليون ريسبونسابل دو كاشي. شو في حل؟ في حل انه كل واحد يكون ياخذ وظيفة مختلفة ادو تريز بارميترون تروا، او اعطي الديليجي تيتولير لواحد وهوليك 2 اعطيهم لفرد شخص، يعني ادو تروا بارمي تريز بلس سي دو 1 بارمي 1 ادو 2 بارمي تريز، لانه عندي حلين او يعني بلوس. اول حل انه ياخذوا كل واحد واحد لهيك ادو تروا بارمي تريز، ثاني حل انه هودي الوظيفتين ياخذوا فرد واحد ادو دو بارمي تريز، وهيدي كل وحده بعطيها لحي الله واحد اسي دو ان بارمي. بدنا نعمل مسرحيه ننبسط، عندنا 14 فام و6 اوت، بدنا نختار 10 فام و5 اوت. قال لي كان في ديستريبيسيون بوسيبل، اول شيء هون الاوردر مهم لانه بالمسرحيه البطل غير البطله، ما فينا نقول هون الاوردر منه مهم. إذا قلنا الأوردر منه مهم بتكون البطل والبطلة بالمسرحية مثل بعض. الأوردر مهم. بدي أختار 10 فام من 14 و5 أم من 6. مدام إكس عندها واسطة بدها تكون مرته للمنتج، هيدي بدهم يحطوها، ما في ما يحطوها. شو بعمل؟ بختار مدام إكس، برجع بختار 9 فام من ال 13 اللي فضلوا، وبختار 5 أم من من الست اللي فضل. بس ست مدام اكس قالوا لا، قالوا بدها تكون مع ما حددوا لها الدور، بقى عندها 10 ادوار فيها تاخذهم، لهيك بضرب بي اكس، لانه الست مدام اكس عندها 10 ادوار فيها تاخذهم. بس والله المخرج متواضع، ما طلب انه تكون البطله، لو طلب انه تكون بدور محدد ما كان ضربت بي اكس.
عندي فيها 12 طابق، 5 بيض، 4 بلو، 3 روج. سحبنا سوكسيسيفمون افيك ريميز، يعني في ريبيتيسيون، 3 بول. قديش عندي احتمال انه يطلعوا 3 بول دو لا ميم كولور؟ اول شيء قال لي سوكسيسيفمون يعني في اكثر، افيك ريميز يعني في ريبيتيسيون. بدي 3 دو لا ميم كولور، يعني ابريم دو 3 بارمي 5 بلس ابريم دو 3 بارمي 4 بلس ابريم دو 3 بارمي 3. او يعني يا 3 بيض يا 3 بلو يا 3 روج، لهيك او. بدي وحده بلانش، بسحب وحده بلانش، برجع بسحب 2 من السبعه اللي فضلوه بس ابريم لانه في اوردر. هيدي البلانش، يا بدي اسحب على الاولى يا الثانيه يا الثالثه، لهيك بضرب بترو 3 بول دون او موان اون بلانش. بدي على القليل وحده بيضه. شو بعمل؟ بعمل كل الاحتمالات، ابريم دو 3 بارمي 12 اني اسحب 3 من 12، ناقص احتمال اني ما اسحب ولا وحده من الابيض، يعني اسحب 3 من هودي السبع. لكن بده او موان وحده بيضه، بقول له كل الاحتمالات اللي هني اسحب 3 من 12 ابريم دو 3 بارمي 12، ناقص اني ما اسحب ولا وحده بيضه، يعني ابريم دو 3 بارمي 3، هيك يكون سحبت على القليله وحده. 3 بول من لونين مختلفين، 3 بول من لونين مختلفين، شو عندي احتمالات؟ في كذا احتمال، يا بدي اسحبهم من هو اللونين يا من هو يا من هو. بدنا نعمل كل الاحتمالات. اول شيء اسحب وحده بيضه واسحب 2 بلو، 2 بلو بما انه الاوردر مهم، بقول له ابريم لو دو بارمي 4، وعندي 3 احتمالات مين اسحب مين قبل مين، لكن فوتر وين. تاني وحدة تروى لأنه عندي 3 احتمالات، اسحب وحدة بيضة واسحب 2 حمر من 3. الاحتمال اللي بعده اسحب وحدة بلو واسحب 2 حمر، 2 حمر، بضرب كمان بتروى. كم احتمال صاروا؟ أول احتمال إني أسحب بيضة وزرقاء، إني أسحب بيضة وروج، بلون بلو، بلون روج، هلا إني أسحب بلو روج، هودي هني 3 احتمالات بس، خليني أرجع هيدا شوي شوي. لكن أول احتمال إني أسحب وحدة بيضة واثنين زرق، طيب مفروض أضرب بتروا، بس هون لأنه الأوردر مهم بضرب 2 زرق يعني من 4، بضرب بتروا فاكتوريال مش بتروا. ليش؟ لانه الاوردر مهم، لانه انا عندي 6 احتمالات اني اسحب البيضه بعدين البلو بعدين البيضه، او اني اشقلبهم كيف ما بدي. يعني فاكتوريال في طريقه اخرى، خلينا نمشي شوي شوي. رح اسحب وحده بيضه سي دو ان بارمي، وراح اسحب 2 زرق، اتفقنا ليش ابري. في 3 احتمالات، ما حنفوت بال6 احتمالات، يا بدي اسحب البيضه اول وحده، يا تاني وحده، يا تالت وحده. بقى بضربهم بتروح. اسحب البيضه كمان 3 احتمالات، اسحب البيضه واسحب 2 حمر من 3. بعدين كمان 3 احتمالات اني اسحب الزرقاء واسحب 2 حمر من 3. شو بكون انا عملت اي احتمالات لهلا؟ اني اسحب 2 بلون، اني اسحب 1 بلون، 2 بلو، 1 بلون، 2 روج. اني اسحب 1 بلو، 2 روج. هلا شو بدي اعمل؟ اني اسحب ان بلو دو روج، هلا اني اسحب ان بلو دو بلون، وبدل عندي اني اسحب ان روج دو بلو، ان روج سي دو ان بارمي 3 دو بلو ابري دو بارمي 5، نفس الفكره وضربي 3. معنا 10 مصفوفين ورا بعضهم، 10 أشخاص مصفوفين ورا بعض، في 3 جيد و7 سيال، بكم طريقة في صفهم؟ جيس فاكتوريال. هلا شو قال لي؟ بدي أول وآخر مركز يكونوا
يكونوا للجيد، بدال عند 8 مراكز بالنص عم صف 8 أشخاص من 8 لكويت فاكتوريال، عندي 3 جيد بدي صفهم بمحلين، هي عندي 3 جيد بدي صفهم بمحلين لكن هي أدو بارمي 3 فويت فاكتوريال، لأنه بدي أول جيد وآخر جيد أول وآخر محل يكونوا جيد، لكن عم صف 2 جيد بثلاث محلات، أكيد الأوردر مهم وما في ريبيتيسيون لأنه ما في يكون الزلمة بذات الوقت أول وآخر محل، لهيك أدو دو بارمي 3 بضل عندي 8 أشخاص بالنص تصفهم ويت فاكتوريال. في 2 من التوريس بدون يصرخوا بدون يضلوا ورا بعض، نفس الفكرة بعتبره انفرد شخص نف فاكتوريال، في احتمال يكون يا هو قبل يا الأول قبل الثاني يا الثاني قبل الأول، لكن فوا دو فاكتوريال.